الأخت تقول في العمل مناسبات نقوط، هل هذه ديون ولا أمور معفو عنها شيء هذا قدري؟ لا لا، هذا التوصيف الشرعي لها، هذه اسمها هبة مثاب عليها، هبة يراد بها الإثابة. وفي الدارقطني لعمر بن الخطاب أن من وهب هبة يريد بها الإثابة هو أحق بها لم يثب بها، اللي هي إيش؟ بتعطيه تجامله بمال، لأن العرس اللي قادم سيجاملها هو بمال، وهذا مشهور جدا بين العوام. اللي بيكتبوه في كشكول وكراسة. نعم هذا هو، فهذا يسمى هبة مثاب عليها جائزة. نعم. جائزة ما فيها شيء. مش ديون يعني. لا 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 تكون دينا، هي هبة مثاب عليها، هي تنزل منزلة الدين إن هو في بعض إن لم يثب. بعض الأماكن يعتبرونها ديونا، وممكن كمان يطالب من أعطاه أنت ما جيتش دفعت ليه. هو ما انا قلت لحضرتك لان هو يريد الاثابه، وعمر قال ذلك، قال من وهب هبه لم يثب عليها، يريد الاثابه لم يثب عليها فهو احق بها، فهو احق بها، يقول له انا اعطيتك لتعطيني انت ما اعطيت، رد علي مال. نعم. هم كانوا يفعلون ذلك، يتقصدون الهديه للنبي لانه كان يقبل هديه ويعطي زياده. صلى الله عليه وسلم.